ونواصل الحديث عن الملف الاقتصادي والسياسات الحكومية المتبعة في ظل الأزمات الحالية. ينضم إلينا الحديث عن هذا الموضوع الكاتب والباحث في مركز أبابيل مسار عبد المحسن راضي، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل. أهلا بك مجددا سيدي. أهلا وسهلا بحضرتك. نعم سيد مسار، كنا طرحنا عليك قبل قليل سؤال حول تقييم السياسات الحكومية المتبعة في ظل الأزمات الحالية من وباء كورونا وانهيار أسعار النفط. أنا أتصور أن كل ما يجري حاليا من أداء حكومي الغرض منه هو شيء واحد فقط، هو الضغط على الأحزاب والقوى السياسية الأخرى التي هي ربما أقوى من الحكومة في سبيل تغيير المشهد السياسي القادم في الانتخابات. ولهذا فإن هذه الأزمات التي تستعر من هنا وهنالك هي تود أن تحافظ على إيقاع منخفض لهذه الأحزاب والقوى السياسية كي لا تأكل أو لا تحفظ النتائج الانتخابية بالطريقة التي تعودنا عليها خلال السنين الماضية. ومع الأسف ربما الحكومة العراقية أثبتت أنها لا تستطيع سوى أن تمارس أو تدفع لاحتقان هذا الشارع في سبيل أن تضمن أن المشهد الانتخابي أو مخرجاته لن تكون هذه المرة في صالح الأحزاب والقوى السياسية الأخرى. فأنا أعتقد أن هذه هي النقطة المهمة التي يجب أن نركز عليها عندما نتطرق إلى مسألة الأداء الحكومي. هذا هو الهدف الأساسي، الأداء الحكومي يقوم بمناغمة أدائه مع توقعات لأداء الأمريكي، لأداء الإدارة الأمريكية القادمة. هذا برأيي مسألة محوري وفيصل في تفسير كيفية حراك الحكومة العراقية وما ينتج عنها من قرارات أو حتى ما تلقيه من قنابل إعلامية لجسد النبض في الشارع العراقي. ما الجديد الذي طرحته حكومة الكاظمي من حلول ومنها الورقة الاقتصادية البيضاء؟ هي ربما كما اسمها هي بالفعل هي بيضاء، بيضاء من أي حلول، من أي حلول لها وجه، بدليل أبسط المسائل في موضوع مكافحة الفساد. تفاجأنا مثلا خلال اليومين السابقين أن هنالك عصابات كما أطلق عليها في وسائل الإعلام العراقية تقوم مثلا بتزوير الرواتب المتقاعدين وتعمل شيء، هذا على مستوى منخفض، فكيف هو حال الفساد؟ دعينا نقول في الطابق العلوي من هرم القوى السياسية، ماذا تقوم هذه القوى إذن؟ فبما معنى ما أود أن أصل إليه من خلال هذا الموضوع، لا توجد حلول حقيقية، هنالك فقط محاولات، دعينا نقول أنه لإقناع هذا الشارع أن مسألة الإصلاح مسألة جسيمة، مسألة عويصة، الحكومة الحالية لا تستطيع أن تمارس شيء، هي بحاجة إلى غطاء برلماني قبل أن تقوم بأي أداء في المرحلة القادمة. ولهذا هي كما قلت لحضرتك قبل قليل، هي تعلن عجزها تقريبا في كافة الأمور لكي تصل إلى هذه الانتخابات، هي غير مستعدة أن تقوم بشيء. يعني يجب أن نفهم الحكومة العراقية هي كل ما هنالك تقوم بمسك عصا التوازن حاليا، أو على الأقل هي تحاول أن تلعب الدور الذي كان يلعبه السيد حيدر العبادي عندما كان رئيسا للحكومة بأن تتوازن ما بين طهران وما بين واشنطن. أما أي أداء آخر في الحياة الداخلية وبما يخص المواطن العراقي لن تكون قادرة حاليا على القيام بأي شيء. ربما عندما تتوضح أجندات الإدارة الأمريكية القادمة ربما سنفهم هذه الحكومة على أي موجة ستقوم بالاشتغال، هل ستقوم بالاشتغال على مسألة التوازن كما أسلف، تقوم أنه بترشيق عدد اللاعبين السياسيين الذين تتعامل معهم بالاتفاق الذي سيطري ما بين طهران وواشنطن، أما حاليا هي لن تستطيع أن تقوم بشيء. تم تصنيف العراق كأسوأ نمو اقتصادي منذ عام 2003 بسبب استشراء الفساد، برأيكم ما الحلول الممكنة حاليا لمكافحة الفساد وتحقيق النمو الاقتصادي؟
يعني ربما هذا الموضوع نحن نبحث عن الحلول هنا وهنالك، وهنالك حلول موجوده. ابسط الحلول الموجوده ان الهدر الذي تمارسه مثلا مخففات الرئاسات الثلاث، يبدو الموضوع كلاسيكيا ومعادا ومستهلكا كثيرا، ولكن هذا ابسط الحلول التي تستطيع ان تقوم بها الحكومه العراقيه. ايضا مساله مخففات اصحاب الدرجات الخاصه والنواب والرواتب التقاعديه. أتعرفين سيدتي الكريمة أن هنالك بحوثا بينت، وهذا الكلام أتحدث لك قبل دورتين سابقتين، بينت أن رواتب ومخصصات وأيضا المخصصات التقاعدية فقط لمجلس النواب والرئاسات الثلاث ومجلس الحكم وغيرها من التفاصيل تكلف الدولة العراقية مليارين دولار أمريكي. فتخيل الآن ونحن في الدورة الرابعة، بما معنى نحن نشاهد ربما أن هذه مخصصات هؤلاء الذين يقودون العملية السياسية ربما لن تقل في المستقبل عن 10 إلى 15%. هذا طبعا أنا أتحدث لك عن ما يتسرب من أرقام من ديوان الرقابة المالية المخصصات لهم، أتحدث لك عن ما يتسرب من جهات أخرى. يعني نحن نتحدث عن إيجاد حلول، والحل هو في يد طبقة هي تمارس فساد مشرعا مقنن بالقانون، ولا يستطيع أحد أن يمد أصابعه ويؤشر على مكان الخطأ. وحتى هذا تستطيعين أن تربطيه سيدتي بتوقيت الإعلان عن قانون جرائم المعلوماتية، والذي مثلا إذا لاحظنا فيه تمت الإشارة إلى أنه أي كلام يتعاطى بمحاولة تغيير النظام السياسي أيضا يعتبر من ضمن الجرائم. فإذا ما معنى نحن نتحدث عن نخبة سياسية هي لا تود أن تصل بالمواطن إلى حل، هي تود أن تقول له ارضى بما هو موجود وربما أقل. نعم سيد نسار، في هذا السياق كيف تنعكس هذه السياسات على المواطن في ظل ارتفاع معدلات البطالة، في ظل الفقر وكذلك عدم صرف الرواتب؟ يعني أنا أعتقد، أنا بالمناسبة أنا هذا الموضوع ربما قد كتبت عنه عندما تولى السيد حيدر العبادي رئاسة الحكومة في 2014، وليس الآن دعينا نقول مع ما هو سائد من مواضيع في وسائل الإعلام. أنا قلت أن هذا التحالف السياسي الذي تمثله القوى الشيعية على وجه التحديد، والتي هي كما أصفها تمثل وزن السومو في العملية السياسية الجارية، ربما هي تلعب في الوقت الضائع. فإذا نحن أمام احتمالات تغيير المشهد برمته. ربما قد هنالك من يقول ان المجتمع مفكك، المجتمع مقسم، المجتمع تم تطييفه، ولكن صدقيني نحن الان امام مشهد ربما ستنشا قوى سياسيه وربما حتى دعينا نقول عسكريه مسلحه راديكاليه لا يمكن ان تبقى وترضى بما يجري في العراق حاليا. وايضا يجب ان يفهم جميع اللاعبين في العمليه السياسيه المسائل الطائفية لا أحد يجعل نعليه أو رجليه فيها، ما عادت تؤتي أكلها وثمارها. العراق يجب أن نفهم له هوية وطنية قومية، يجب أن يفهم الجميع أن يحترم خصوصيات العراق وينطلق منها. أما ما يحاولون أن يقومون به من ترتيب البيت العراقي بطريقة تضمن لهم أن يكون العراق عبارة عن بقرة حلوبة لبقائهم ولعائلاتهم، فهذا مستحيل من سابع المستحيلات. ولكن ربما هم لأنهم يعتمدون على غطاء دولي يعتقدون أن عمرهم سيكون طويلا، وهذا غير ممكن، إذ أن المنطقة والعالم برمته يعيش مرحلة انتقالية. لا أعرف إن كانت هذه الرسالة تصل أو ربما يعتبروها مجرد ضربا من الخيال، ولكن انا اعتقد ان ضرب الخيال الوحيد الموجود ان ترضى القوى الشعبيه بهكذا نخب سياسيه جوفاء ليس لها من واقع الحكم سوى الاسم وسوى الانتماءات الخارجيه. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث في مركز ابابيل مسار عبد المحسن راضي، حدثنا عبر الهاتف من اربيل.